السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. كل سنة وانتم طيبين يا ناس، يا عيشت عاملين ايه، اخباركم ايه، وتتوالى الاحداث بعد العيد وطبعا تسليم الكلاب. بسم الله ما شاء الله، طبعا عدد كبير من الكلاب داخل معانا، وناس كتير 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 جايبة كلابة عندنا هنا بإذن الله بمشيئة ربنا. نبدأ نتابع معاكم، واتفقنا ان احنا نعرفكم على كلب كلب، وحنقول لكم مشاكل الكلب ايه في الفيديو، وحنتكلم عنه وحنقول لكم اسمه وكل حاجة عن الكلب اللي معانا النهاردة. فوكس دكر جيرمان شيبر، جاي من محافظة كفر الشيخ. طبعا الحالات دي غريبة شوية، الاول كنا بنجيب اصحاب الكلاب وهم بيسلموا كلابهم، بس المرة دي بقى مش عايزين نحط حد في مواقف احراج، يعني قلنا ان احنا نصور الكلب ونقول بياناته ايه، وطبعا اكيد صاحب الكلب بيشوف الفيديو على اليوتيوب، تمام، فاكيد مش هيقول حاجة غير اللي احنا هنقولها، يعني لان احنا كل البيانات اللي احنا بنقولها بتكون بناء على لسان صاحب الكلب. تحياتي طبعا للاستاذ محمد رجب، وتحياتي طبعا لكل متابعينا من محافظه كفر الشيخ. محافظه كفر الشيخ الناس المحترمين اهل المحبه والاصول. فوكس دكر جيرمان عنده ما يقارب 7 شهور، في الحدود دي كده 8 شهور. كلب بسم الله ما شاء الله عليه، بس واضح انه طيب جدا واليف جدا ومفيش منه اي مشاكل. فوكس طبعا جاي عندنا هنا لتدريب الطعوة والحراسة. انا شايف ان هو لا حول له ولا قوه، يعني ملوش دعوه باي حاجه. والاستاذ محمد لما سلمنا فوكس قال لنا ان هو لا في طاعه ولا في حراسه ولا في اي شيء. طيب في ايه؟ في ان هو بياكل ويشرب ويعمل حمام في كل مكان، وطبعا سالناه كمان قال ان انا مسيبه وطلقه على طول، ما بنربطوش في جنينه، سواء جنينه فيلا طبعا حوش واسع حاجه زي كده، هو طالق الكلب ما بيربطوش. طبعا دردشنا مع صاحب الكلب وعرفنا منه كل البيانات والكلب بياكل ايه والحاجات دي كلها، ودي حاجه لازم نعرفها لما يجي لنا كلب جديد المزرعه. طبعا فوكس زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، كلب جميل جدا وكلب مواصفاته حلوه، ربنا يبارك لصاحبه فيه يا رب. المواصفات لصاحب الكلب نفسه مش لينا، طبعا احنا اهم حاجه تخصنا في الكلب هي دماغ الكلب وتركيزه، ويا ترى هيعمل ايه معانا، ويا ترى هيتقبل التدريب ازاي، ويا ترى هو دلوقتي حاسس بايه. ده شكل الكلب لما صاحبه بيمشي وبيسيبه، بيبقى قاعد كده مستغرب من المكان وبيقول يا ترى صاحبي سابني هنا وراح فين، ويا ترى هنعمل ايه معاه والحاجات دي كلها. طبعا زي ما احنا شايفين الكلب قاعد يلف شمال ويمين وبيحاول ان هو يقول يا رب انا كان صاحبي قاعد قدامي من شويه راح فين. بس طبعا يا جماعه اي كلب بيخش عندنا هنا ما بيكونش صاحبه معاه، بعد ما بيمشي بنبدا ان احنا ناخد ثقة الكلب، ونبدأ ان احنا نعمل معاه صداقة، ونبدأ نقرب منه ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نكون قريبين منه في كل حاجة، يعني شخصيته وثقته الحاجات دي كلها. الكلب لو محبش المكان وما واثقش فيه عمره ما هيكون شرس، لو ما شافش هنا حد قريب منه جدا عمره ما هيثق في كل اللي حواليه الحاجات دي كلها. لازم الكلب يثق في المدرب عشان يديله ناتج كويس ويديله ناتج سريع في التدريب، ودي بتكون حاجه كويسه. طبعا ده فوكس عرفناكم عليه، كلب 7 شهور جيرمان من محافظه كفر الشيخ. تابعوا معانا الحلقات اللي جايه، وهنشوف فوكس في حلقات كتير وستوريهات كتير على الفيس وعلى الواتس وعلى كل حاجه. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل متابعينا الكرام، تحياتي لكل الناس الجميله، كل سنه وانتم طيبين، ومليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.